وهوزع الامتحانات اللي فاتت وهنحلها على السبورة. ما بين الـ RER والـ SER. حد يقول لي الـ LM بتاع الـ RER ايه؟ بيزو فيلم اهو. الاسلوب اللغو بقى ايه افير بيزو فيلم ارياز انت سيتوبلازم. وعايز يقول لك ان سيتوبلازم هو الاساسي ايه؟ احمر. فلما تلاقي في حته زرقاء تبقى هي الـ RER. تبقى الـ RER ظهرت ايه؟ بيزو فيلم. وهو كده الـ RER بيزو فيلم. واكتب بين قوسين السبب. ريبوسوم. وليه تأكد من قوسين كمان؟ كلمة قولنا انا فاهم يعني. ايه يعني اسيد لازم تكون بيزوفيليا. هبص على الحتة دي بقى. البيزوفيليا اللون الازرق لها كم احتمال؟ ثلاثة. اما ديفيوز. بقول زي ايه؟ طيب الله. اما لوكالايز. زي ايه؟ بنكرياس. بنكرياس. اما اسبوطي. فاهمنا في الزمن. انت كده حلو قوي. انت كده قلت له انت فاهم. ده الريبوسوم هي الاريار. ما هو اللون الازرق موجود في الريبوسوم موجود في الاريار. في تلات احتمالات. اما التيشيرت كله ازرق ديفيوز. اما حتى لونها ازرق لوكالايز. اما تبقى اسبوطي. بس انت خلص. طب اخبار الاس سي ار ايه؟ ده لون بي سي. هي لونها احمر والسيتوبلازم احمر. انا ايه اللي اعرفني هي موجوده ولا مش موجوده؟ يبقى جواب بي سي. ندخل على الاي ام جملتين هتعدهم لي او بارل فلاتن سيستم. والله في امتحان افتكرت فيه المكسات لايك اكتبها يا سيدي كتر خيرك. بس انا طبعا عارفين في ايه بارل فلاتن سيستم. افتكرت كلمه ستيك. عارفين يعني ستيك؟ يعني رصه. ما يكون عندك اطباق شبه بعضها اهو بارل وفلات شبه بعضها تعمل لي ايه؟ ستيك. يا ستيك ولا ستيك؟ ستيك. انا عارف ان طبعا صح ايه صراحه. ستيك؟ ستيك. قال لك ايه بقول له ستيك يعني. لخبط يعني. كلمه مالهاش علاقه بالطب خالص. مش مصدقني؟ اكتبها وراها دكتور الفسيولوجي. ورد قال لي انت كلمه بتطلع حاجه بتعمل فسيولوجي معناها ايه؟ مش عارف معناها. لان كلمه مالهاش علاقه بالطب خالص. كلمه لها قويه. انا اول ما قريت في الكتاب فتحت القاموس. معناها معناها بالعربي حزمه. قلت له معناها ايه؟ الجروب. احنا كده مش طبيه. كتاب الابيض اللي كتبت الكلمه دي. بارل لاتنت سيسترنا كفرد باي ايه؟ ممكن تكون قوسين سونين درس لو انت عايز تكتب يعني عايز يقول له اي كلمه يعني. ده كده اسمها رفض. يبقى بارل لاتنت سيسترنا كفرد باي ريبوسوم كده اسمها رفض. النقطه دي كونتينوس مع مين؟ كونتينوس ويز نيوكلر انفلو. صح. كونتينوس وذ الاوتر ميمبرين اوف النيوكلير انفلوب. تاني يعني النيوكلير انفلوب الغلاف النووي عباره عن تو ميمبرين زي ما يكون بالظبط. البراني اسمه ايه؟ اوتر. والجواني انر. فالاوتر كونتينوس مع الميمبرين بتاع الاريو. طب نيجي ناحيتين. اول فرق ايه؟ نو ريبوسوم. سونيم دي يبقى نو ريبوسوم. طبعا عندنا كلمه لاك. لاك معناها هنا نو. نو ريبوسوم. سوليم ديسموس. الفرق الثاني مش بارالي. ليه مش بارالي؟ ديفرنت شيب اند سايز. يبقى ديفرنت شيب اند سايز يعني نوت بارالي. يعني نوت ايه؟ ستيك. رقم 2 دي كتابها وحش قوي في الكتاب. كتبها لك ايه؟ اس اي ار سيسترنا. Articular interconnected channels. بعيد التعريف تاني. اوف ايه بقى؟ هذه الانابيب الفاتحه في بعضها. اوف ايه؟ different shipment size. فاصبحت نوت ايه؟ نوت بارل، نوت ستيك. قلت كده وانت بتلم السفره الاطباق اللي شبه بعضها بتحطها فوق بعضها وتعمل لك ايه؟ ستيك. تاخدها وتكبر مضحك. جيت تلم بقيه السفره لقيت كوبايه على فنجان على كاس. نوت ستيك، نوت بارل، اصبحت ديفرنت فليك. شوفوا السايز. فهمناها؟ هتجي لك كومبليت باذن الله. الاس اي ار ديفر فروم الاي ار اي ار ان تي ام انتو ويكس.
او تو ميثودز او تو اي حاجه. رقم واحد نوع ايزوتوب، تعالى نسميها سموث. النقطه الثانيه اصبحت مندرج. نيجي للوظيفه، يلا حد مليم سنسيسايز اند سيجريجيت. حلوة يا سيجريجيت ايه؟ بروتين. حلو كلام تاني اهو، سنسيسايز اند سيجريجيت بروتين. بس مين اللي هيعمل سنسيسايز؟ الريبوسوم اللي عليه كده هتصنع، الريبوسوم اللي عليه هيقول لك يعملوا ايه؟ يعزله. طب ليه عزلته؟ مثل الخليج نوت ديزاين فور سيتوبلازم. هيروح ثلاث اماكن ممكن يكتبهم هنا، اكتبهم هنا، حد منهم لي كده سكريتد زي ايه؟ السكريت اهو زي البنكرياس كده مره بكده، زي سليبر جلاند غدد اللعابيه. اما ستور زي ايه؟ هناخدها النهارده واحنا بناخد الايسوسوم. هقول لك اللي بيصنعها الار اي ار. رقم ثلاثه انتجرال بروتين. البروتين بتاع السيم ميمبرين الانتجرال بالذات مهم قوي. انا بعمله على شكل كامل، يعني عايز صناعه دقيقه، تعمله على شكل كارير. وما ينفعش تفيد الريبوسوم تصنعه، لازم يصنعه الار اي ار. حتى لو انت محتاج نوتيفيكيشن الريبوسوم بيصنع بروتين بنسميه كده بروتين خام اي كلام، فساعتها بصنعه للخليه. لكن لو انت عايز تعمل بروتين وتعمل فيه موديفيكيشن لازم مين اللي يعملها؟ الار اي ار. فالار اي ار هي اللي بتصنع مين؟ الانتجرال ميمبرين بروتين، اللي هو بروتين صعب، بروتين سبيشال، بروتين سبيسيفيك. فالوظيفه الثانيه ايه؟ موديفيكيشن. ادانا مثال اضافه كربوهيدرات، يبقى عمليه اسمها ايه؟ جلايكوزيليت. والبرودكت جلايكوبروتين. جلايكوبروتين دي بقى الوظيفه صعبه قوي جدا، لان الوظيفه معاها مكان. اول وظيفه هي البي سي ار، استيرويد هرمون سينثيسيس. هي اس وهي اس، يعني عشان انت عايز تحفظ يعني. ولو سيبت الاستيرويد ده مكان ايه؟ الليبيد. والله لو انت فتحت كتاب الليبيد بتاع البايو ولا كتاب البايو بتاع الليبيد ايا كان، هتلاقي في اخر صفحه الليبيد حاجه اسمها استيرويدز، وهتاخدها بالتفصيل. وهتعرف ان احنا في حاجه اسمها كورتيزول اللي هو طلع من الكورتكس. رقم اتنين ايه؟ ديتوكسيفيكيشن. هو نزع السموم، يخلي الدراج اللي هو التوكسين يخليه ينأكتف عشان ما يشتغلش كتير. رقم ثلاثة أبتيك، تصنيع الفوسفوليبيد. اللي بيدخل ترتيب ايه؟ سيمبرين. ده سؤال ام سي كيو عكسي، يعني يا دكتور يجي لك اهو الفوسفوليبيد اوف ذا سيمبرين ار سينثيسايز باي سيكريت. يقول لك ليه سبب وظيفتها ايه؟ انت جايب السؤال عكسي. الفوسفوليبيد اوف ذا سيمبرين سينثيسايز باي سي ار، وايل ذا انتجرال ميمبرين بروتين ار اي ار. يبقى لنا ايه كده في السن ميمبرين؟ كربوهيدرات اللي هيصنعوا البرج بتاع النهارده. فهمنا كده؟ المفروض هو كده مش السن ميمبرين، هقول لك السن ميمبرين حاجات. ليبيد مين اللي هيصنعها؟ سي ار، اللي مسؤول عن الليبيد. بروتين مين اللي هيصنعه؟ الار اي ار. الكربوهيدرات بولجي، بولجي هو اللي هيحط الكربوهيدرات على السن ميمبرين في الاخر. هناخدها النهارده. الوظيفه رابعه ايه؟ الجلايكوجين. صح، الجلايكوجين ميتابوليزم ده بيحصل في الليفر طبعا. خمسه ابتيك مصر، خلاص انه هتاخد المصر في الفيزيولوجي وهتعمل تعمل ابتيك ويعمل ريليز للكالسيوم. انا عايز منك تخبط الحاجات دي فقط معايا. طالب بقى عايز ياخد السطر بالكامل خاص بامكانياتك، بس ما لقيتش واحد حفظ السطر ده بالكامل ويجي هنا ينسى، في الاخر هيحاسبك على غلط. لكن لو واحد قال ايه؟ تصنيع سلود هرمون، ديتوكسيفيكيشن، ماسل كونتراكشن، فوسفوليبيد سينثيسيس، وفي الاخر ايه؟ جلايكوجين ميتابوليزم. بس خلاص كده كده تمام. المره الجايه واحنا بنذاكر اقول لك ليه هو مسؤول عن جلايكوجين ميتابوليزم؟ عشان الاس اي ار فيها انزيم اسمه جلوكوز 6 فوسفاتيز. مش الجلوكوز دي 6 ذرات كربون؟ الفوسفات موجوده في ذره الكربون رقم 6. فبقدر العب فيها فتحول من جلوكوز لجلايكوجين كده اصبح ستول. عايز ارجعه تاني ارجعه بنفس الانزيم اسمه جلوكوز 6 فوسفاتيز. تاخده بقى بس خلصنا السؤال. زميلتي جايه تقول لي يا دكتور انا ذاكرت الار اي ار والاي سي ار في 3 ساعات. 3 ساعات ما ذاكرتهاش. لا يا دكتور ده الليله قفلت على الهيستولوجي. انا مرحبا بيكي في نادي الهيستولوجي. الدنيا ماشيه غلط.
تمشي ازاي؟ الصفحه مش اكتر من نص ساعه، اكتر من نص ساعه، النص ساعه عدت ايه للصفحه، اطلع الصفحه اللي بعدها حتى لو ما كملتهاش. هتعود يا جماعه، يا جماعه الدماغ خبرنا الحساس ما انت بتعوده، تعود تجربه. جابوا فاره قفلوا عينيه كده قفلوها فتحوها بعد جمهور، بعد شهرين ثلاثه ما اشتغلتش العين، يكشفوا عليها العين سليمه. الدماغ ما عرفش بتعبرها، هو اللي بينظمه كده. انت متعوده على ايه؟ انت معوده على البطء في المذاكره، هيبدا اكتر واكتر واكتر. وعلى فكره البنين هيعني معاك اكتر، البنين عامل زي الشيطان كده. دلوقتي عايز تشغله، لو عايز يصوتك كل ما تيجي تديله معلومه مش عايز يتقبلها، يا اخي الطب ده صعب، ايه ده؟ ويفضل بقى يزن في دماغك، انت مش عايز تشتغل. ربنا شيطان. فهمنا؟ لازم تشغله اصلا عنه وتقول له بص هتقوله المعلومه بسرعه، انا مش هديك صفحه حتى بنص ساعه وهقفل وعنيف دماغك. يا دكتور ازاي دي؟ ربنا انا بقى صفحه مرتين وخلاص، وهي كفايه عليا. حفظت حفظت ما حفظتش عني ما حفظت. اللي دارسين يا جماعه حاجه بيسموها بتوع الاتش ار، اللي هو الهيومن ريسورس اللي هي التربيه البشريه. وبسمعت بتاع عماد الدين وبحسن احمد عماره. اسمع انه هو يقول لك ايه؟ يقول لك كلام غريب جدا. يعني فاهمني؟ لما بتسمع تستغرب، هو المخ ممكن يعدل معايا؟ اه يعدل معايا. مش عايز يشتغل، عايز اخد اجازه. كل ما تيجي تديله معلومه مش عايز، قافل خالص. خاصه في بدايه الدراسه. وخاصه الطالب المصري. هو فعلا هو كده سبحان الطالب المصري، لان الطالب المصري متعود على الحفظ. الطالب اللي بره متعود على استنتاج المعلومه. يعني كل معلوماته في الاخر يستنتج لك معلومه ثالثه. لكن احنا عايزين حفظ، وفعلا هو صمت حتى حفظ للاسف. كل ما تحفظ اكتر كل ما فرصتك في الفوز اكتر. معايا؟ فعشان كده في الاخر احنا عايزين نحفظ. معلش يعني في الاخر يعني. عايز حد بس يجيب الباب بس؟ نبدا حصه النهارده حاجه اسمها بولش كومبليكس. بس هتحس ان هو رقم النهارده. طبعاً ولا يقول فسموهم كومبليكس او اباريتس، وسموهم باسم اسمه ايه؟ بولجي. بولجي ده معقد واحد يقول جولجي خالص. بولجي بول بو. ماشي عندنا في الانجليزي بولجي. اه في كل بنطقه بولجي بس تحس كده مش مظبوط. اسمه بولجي. بولجي جي او بتنطق ايه؟ جو جو اهي جو. يبقى بولجي ده معقد لطيف. لو في الشفا وحد قال جولجي او بولجي كانك لقطه في والده، كانك لقطه في والده بالظبط كده. وشك مره كده و... ايه بقى؟ بتسمعوا اللي بروح المحاضرات بس كده اسمه بولجي.
وهتلاقي الناس كلها في الصباح تعرف قسم بولجي، تلاقي نقطه ثانيه خلاص كده اسمه ثاني بولج كومبلكس او اباريتس الاثنين صح، واحنا نسميه بولج بس ونسكت من كل شبرته معايا. ليه سماه كومبلكس؟ لانه مش حاجه واحده، الاري ار حاجه واحده لكن دي اكتر من حاجه في نفس الوقت، كان هي بالظبط عامله كانها عماره 10 ادوار جنبها عربيات صغيره وجنبها هنا عربيات اكبر دايما مع بعض، فسميناهم بولجي كومبلكس او بولجي اباريتس. مش مكتوب ديفينيشن، نكتب احنا ديفينيشن دي اي اف يعني ديفينيشن تحتها اكس مش هنحفظها. حد يقول لي تعريف بولج كومبلكس؟ تعريف بولج كومبلكس مجموعه من الريبوسوم مع ممبرينس اورجانيل. ممبرينس اورجانيل هذا تعريف الكل يا دكتور بس. وده تعالي الحمد لله رضا حد تعالي ايه تعرف ما تكون ممبرينس اورجانيل؟ ايه تعرف الاريار ممبرينس اورجانيل؟ ايه السيار ممبرينس اورجانيل؟ دي اصلا اهم تعريف عندنا. ده سؤال شكله مشهور جدا، قول لي يا ابني انواع الاورجانيلز، هتقول له ايه؟ ممبرينس نون ممبرينس. مين الممبرينس؟ سيل ممبرين. كان عليه خلايا كتير جدا حطه فيه كيمو، كان لازم تحط المجموعه الواحده لك خلاص اعتبره هو الغطاء بتاع الخليه كلها. احنا هنا ابتدنا نعتبره ايه؟ ممبرينس اورجانيل. طب ان هو ذات نفسه ممبرين يبقى رقم واحد سيل ممبرين، رقم اثنين ميتوكوندريا، رقم ثلاثه اي ار، اربعه اس اي ار، خمسه جولجي. طب مين خدناه في النون ممبرينس؟ رايبوسوم بس حتى نكمل قصتها. يبقى التعريف ممبرينس اورجانيل. ناخد بعد كده لايت مايكروسكوب. اول حاجه هستخدم الكومن ستين بتاعتي. مين الكومن ستين؟ اتش اند دي. ما تسرقش. لازم ندوره على حاجه سبيشال. لانه بيحب بالسيلفر. اللي هو مثلا ايه؟ اي جي. لما سبقناه بالسيلفر لقينا السايز حجم العماره كام دور ولقينا مكانها بيتغير. قال لك حسب ايه؟ قال لك حسب حاجتين التايم اند الاكتيفيتي اوف ذا سيل. في حاجه ممكن تبقى من ضمن كل ما الاكتيفيتي هتزيد كل ما ده هيزيد السايز، وكل ما الاكتيفيتي هتقل السايز هيقل. انا يهمني بقى السايز. قال لك هو ده اللي حسب نوع الخليه، واداك ثلاث احتمالات. بص معايا على الصوره، اما الاقيه فوق النواه يبقى اسمه ايه؟ سوبرا نيوكليار. اما الاقيه تحت النواه انفرا نيوكليار. تنفع صب برضه بس هم خلاص اتفقوا يسموها انفرا. تنفع صب؟ تنفع اه بس هم اتفقوا ايه؟ انفرا. اما الاقيه اول اراوند ذا نيوكليوس وقت النواه في كل اتجاهات هم سميه بيري. عارفين بيري يعني ايه؟ حوالين. نقول تاني لما انا سبقته بالسيلفر بدأت تلاقي السايز والسايد بيتغيروا، تغيروا حسب ايه؟ الطيب وليه؟ من الاكتيفيتي هو اهتم بيه. الطيب بتاع الخليه، في خليه موجوده في الابيديديمس. لقينا البولجي سوبرا نيوكليا. يعني ايه ابيديديمس بالعربي؟ بيسموه البربخ. ايه؟ الله ينور عليك، يعني ايه؟ ما اعرفش، بص معايا. عارفه التستس؟ يعني ايه تستس يا جماعه؟ الخصم صنع ايه؟ سبير. عايزين نخزنه فحطينا انبوبه طولها 6 متر فوق التستس يطلع منها حاجه اسمها الوعاء الناقل. هذه الانبوبه اسمها ابيديديمس. 6 متر يا دكتور؟ بيسموها البربخ. ايه؟ 6 متر طولها 6 متر بس ايه؟ هاي كونفليوتد مضبوطه تماما. تلاقيها طولها 10 سم يعني عندك خرطوم 6 متر بس انت ضغطته وصل كام؟ 10 سم. محطوط فين؟ فوق الخصيه. والبولج موجود فين؟ فوق النواة. لا ما تنساش. يبقى الابيديديمس بلاقي البولج اللي موجود فيه موجود تاني سوبرا نيوكليار. يعني ايه ابيديديمس؟ انابيب فوق التستس سموها بالعربي البربخ. سموها بالعربي البربخ دي خالص. يعني ايه ابيديديمس؟ انابيب فوق التستس. ودي اسمها سوبرا نيوكليار اباف ذا نيوكليس. انا كده فاكرين اباف ذا نيوكليس بس هتقول عندك ايه؟ بريزنت بتوين ذا نيوكليس اند ابيكس اوف ذا سيل. هي يعني ايه ابيكس؟ يعني ابيكال بارت، يعني ابر بارت، تبقى ابر بارت. طب يعني ايه انفرانيوكليا؟ ما بين النيوكليس واللور بارت، كتب عندك ايه؟ البيز، ما بين الخليه والبيز بتاعها، البيز يعني القاعده. ودي زي الاندوكراين سيلز. عارفين يعني الاندوكراين سيلز؟ خلايا الغدد الصماء اللي تفرز هرمونات. ما هو دايما الدم بيكون تحت الخليه، فالخليه بتفرز هرمونات فين؟ الدم اللي تحتها، فدايما بولجي ناحيه مكان الافراز. فدايما بيكون انفرانيوكليا.
بين النيوكليير يعني ايه؟ اراوند ذا نيوكليس، ده في النيرف سيل الخليه العصبيه، بلاقي البولجي اول اراوند ذا نيوكليس. ده حته واحده من اللي هي السيرف اللي هي دكتور. لما سبقناها من الايجا دي ما اتسبقش صح؟ فجينا الخليه هاي اكتف. فده اهو يعني ايه هاي اكتف؟ يعني السايز اخباره ايه؟ كبير قوي. وجيت لقيت السيتوبلازم منه ازرق والخليه دي مليانه ايه؟ ار اي ار ديفيوز ار اي ار بتصنع بروتين بالهبل. وادي النيوكليس اهو، جيت لقيت حته فاضيه فوق النواه مش مسبوبه. اكيد ده مكان مين؟ مكان الكولجي. احنا مش شفناه، احنا قلنا اكيد ده مكانه، فسموا الحته دي نيجاتيف. كلمه نيجاتيف يعني ما خدش الثوره. جولجي ايمج. مثلا تقول لك التفسير ان ايام زمان ربنا بيتصور بالكاميرا كان بيطلع لنا حاجه اسمها ايه؟ نيجاتيف. نيجاتيف صوت العرب، هتبص عليه هتلاقي صوتك انت ايه؟ رضا. الحلف هو الاسود. هتوديها الدراك بتاع الاستوديو ايه؟ يحمضها يحمضها يحط الوان. لو حط الوان ابيض واسود هتطلع صوره ايه؟ ابيض واسود، انت بس هتتلون. حط الوان احمر وازرق، انت بس هتتلون. هم قالوا ما دام هو ما ظهرش يعتبر ده النيجاتيف بتاعه، ده النيجاتيف بتاع الجولجي، ده النيجاتيف بتاع الصوره. هو ده الهبل كده. هقول لك مثال كده، لو انت عامل غلطه وعايز تدخل البيت وعايز تعرف هو موجود جوه ولا بره، بتبص على كده تحت الكاميرا ده. انت شفته بطل؟ لا بس استدليت عليه. دي معقولة استدلال. احنا عرفت من اللي جوه، ما شفناش حاجه جوه لسه، احنا ما شفنا حاجه. انت كده لا ينفع اوصف ولا ينفع اتكلم بمين؟ ليش قد ايه؟ ده كده بيسموه تحايل على القانون. لو عايزين تشوفوها في الكتاب مشكلة أكبر. المشكلة أكبر إن وقتك يكون دخلك كتير ما كنت معايا. إيه؟ أقول له صفحة 119. 119 في عندنا صورتين لخلية مشهورة قوي اسمها بلازما سيل. 119 حد فاكر البلازما سيل بتصنع إيه؟ لا انتي بوديز، اجسام مضاده وبتصنعها بكميه كبيره وفي لحظات انها بلازما سيل. فليها صوره ال ام وصوره اي ام. اللي عرف ان هي ام ال ام بتاعتها صوره ابيض وايه؟ ابيض واسود. فالالوان هي الاحمر والازرق دي، هي دي البلازما سيل ال ام. شايفين السيتوبلازم منه ايه؟ ده كده بنسميه ميزوفيليك، مد على بنفسجي مد على ازرق. والنيوكليس هي كمان ميزوفيليك. شفت الحته الفاضيه اللي فوق النواه؟ ده على ايه؟ الخلايا اسمها بلازما سيل، فيها بولج كومبلكس محترم، فيها بولج كومبلكس 20 30 دور حته واحده. فلما جينا اسمه بليشن دي، السيتوبلازم خد الاتش والنيوكليس خد الاتش، وهو ايه؟ ما خدش حاجه. فظهر ايه؟ ابيض زي ما انت شايف كده، حته فاضيه، حته بيل، حته نيجاتيف، بولجي ايمج. فهمت ولا ايه الاخبار؟ لا الحمد لله. لا الجيم صعب قوي، نعيده من اول تاني. بص معايا على السطور، متعودين دايما نستخدم الكومن ستيت. مين هي؟ ايه كان ما نبعدش. يبقى نص سي نوت ستيت ولا ايه كان دي؟ يعني لو في عندي سيكشن في ايه كان دي ممكن مش هيظهر. بس دي من قوسين كده، لو الخليه هاي اكتف يعني نشطه ساعتها سيتوبلازم منه ايه؟ بيزوفيليك. بيزوفيليك هلاقي حته ايه؟ فاضيه امتي امتي سبيس اسمها العلم ايه؟ نيجاتيف كولجي. كان بي ستاند باي كان زي السيمي برين كود. لا ده كان السيمي الموضوع كان بي ستاند باي سيلفر ستين. مكتوب عندك سيلفر امبريجنيشن ميس. هنا ساكن سيلفر ستين، سيلفر امبريجنيشن ميس ساكن سيلفر ستين اي جي. ساعتها لقيت السايز والسايت، الحجم والمكان بيعتمدوا على ايه؟ الطيب والاكتيفيتي والتسلل. يعني ايه دكتور طيب والاكتيفيتي؟ يعني يا جماعه لو كنت على النيرف هلاقي ان البولجي فين؟ بين النيوكليا. بس هل هو كبير ولا صغير حسب الاكتيف بتاعت النيرف سيل؟ لو الخليه دلوقتي اكتف هلاقي بولجي كومبلكس كبير. الخليه اصبحت لو اكتف هلاقي بولجي كومبلكس ايه؟ صغر. فاهمين يا جماعه؟ على حسب ما انت عايز العضو المستعمل ايه؟ يقف. فاهم يعني ايه يا جماعه؟ لو انت بتلعب رياضه بتعمل ايه؟ عضلات. ما بتلعبش رياضه عندك عضلات؟ عندك عضلات. بس اخبارها ايه؟ والضعيف. فنفس القصه في الجولجي، بنصنع هلاقي الجولجي 20 30 دور من دول، ما بنصنعش هلاقيه
10 ادوار دورين ثلاثة. عايز تصنع تاني اخليه 30 دور وهكذا. في عندي حاجه اسمها لايسوسوم هاخدها دلوقتي. دي زي ما انا عايز، عايز من ربنا اخد منه، عايز اديله اصنع جديد منها ولا ايه؟ بس في حاجه طب نكمل السايز والصيف بيختلف حسب السايز والاكتيفيتي. وانا كمان كمان رقم واحد سوبرا نيوكلي يعني فوق النواه يبقى مين؟ ايبيديتس. انفرا نيوكلي يبقى مين؟ اندوكراين. بيري نيوكلي يبقى مين؟ كده خلصنا ليه هنا؟ حد عنده اي سؤال؟ وعلى فكره يا جماعه دخلت في السكشن تحت الهاي باور، واحده اسمها سيلفر جولجي ايبيديتس، واحده اسمها سيلفر جولجي نيرف سيل. انها اهو شرح هاي باور معايا تاني ولا ايه؟ شرح اسمها تاني؟ هاي باور بولج. يعني هنشوف فيها بولج مسبوقه بايه؟ بالسيلفر. والمكان ايه؟ ايبيديتس. واحده ثانيه بولجي سيلفر نيرف سيل. انا كنت في العقل ندخل بعد كده على الاي ام. بالاي ام ثلاث حاجات عادي تقليح مكانها عضل. الكلام ده انا هشرحه في الشابتر اللي جاي. بص معايا، عارفين النيوكليوس اللي كان حواليها غلاف نووي كانت منطلقه مع مين؟ مع الار اي ار. الدي ان ايه اللي في النيوكليوس انسخ منه حته كده اسمها ايه؟ ام ار ان ايه. هذه العمليه اسمها ايه؟ ترانسكريبشن، نسخ. اخد الام ار ان ايه ومشيت جوه ريبوسومات كده يحصل له ايه؟ ترانسليشن، ترجمه، ويتحول الى ايه؟ بوليبيبتايد تشين. تقوم الار اي ار تحطهم في فيزيكال وتبعتهم كده وتبدا هذه الفيزيكالز تمشي. هم دول اسمهم الترانسفير فيزيكالز. هو اضراب ناقله. حد يقول لي تاني طالعه منين؟ وشايف بقى ايه؟ البروتين لسه متصنع، النيولي فورم البروتين، وراحت على العباره فدخلت من الناحيه دي فسمينا الناحيه دي انتري يعني مدخل. بتوع البايو سموها سيس، معرفش يعني ايه سيس. ناس ثانيه سميته اماتيور. يعني ايه ماتيور؟ ماتيور يعني ناضج. ام نبينا اي ام تنفي. عارفين بوسبل؟ ايه بوسبل؟ بوسبل يعني محتمل. ايه بوسبل؟ بالظبط كلمه ام تنفي الكلمه اللي وراها اسمها ام ماتيور. يبقى البروتين دخل من هذا الباب، دخل جوه جولجي، بدا يحصل له موديفيكيشن. يا الار ار عملت بعض الموديفيكيشن، في كميه موديفيكيشن. بعد ما البروتين يبقى موديفايد هطلعه هنا. في برضه في فيزيكال، بس هذه الفيزيكالز هتتصدر بره الخليه فسميتها سكريتوري فيزيكالز. يبقى اصبح عندي ترانسفير فيزيكال وسكريتوري فيزيكال. طب هذه الانابيب اسميها ايه؟ قال لك بسميها زي الار ار كده سيسترنا. ايه معنى كلمه سيسترنا؟ ان فلات تيوبيول ان كلوز سبيس. تاني اهو يعني سيسترنا فلات تيوبيول. عملتها ازاي؟ عملت ممبرين فاصبح جوه الممبرين ده ايه؟ سبيس. ايه معنى كلمه سيسترنا؟ يبقى جولجي سمى الجهاز بتاعه كومبلكس لان هو ثلاث حاجات في الاي ام. رقم واحد سيسترنا اللي هي العماره. رقم اثنين ترانسفير فيزيكس اللي هم العربيات السيارات اللي جنب العماره اللي جايبين لها بروتين منين؟ داخلين جواها هنا. طب والسكريتري فيزيكس عربيات اكبر لان دي رايحه تعمل ايه؟ رايحه تتصدى، رايحه تخرج بره. اسمها العلم ايه؟ السكريتري فيزيكس. بص معايا كده كتاب قلت كومبلكس بالاي ام حتى مكتوب في اول نقطه سيسترنا. سيب على رقم واحد سيسترنا وحطها في بين قوسين معرفش ليه كده. نكتبها اول حاجه سيسترنا. ادخل على النقطه الثانيه وقول عندك ايه؟ ترانسفير فيزيكال. شايفها؟ رقم اثنين النقطه الحمراء. رقم اثنين نقطه حمراء سودة كده. ايوه ده اللي تحتيها. اللي تحتيها كمان ايوه روح النقطه اللي تحتيها مكتوب ايه؟ انا ليه بقول كده يا جماعه؟ ولما يجي لك الامتحان قول لي الاي ام وكولج كومبليكس. مش واحد يقعد يشرح لي السيستم ويعمل فيها دكتوراه وينسى مين؟ ترانسفير فيزيكس وينسى مين؟
كده خد تلت الاي ام، يعني لو الام عليه درجتين خد واحد واحد وربع، مش اكتر من كده. وانت فاهم، وانت فاهم ليه قلت سماه كومبلكس؟ ثلاث حاجات مختلفين، رقم واحد من اهمهم سيسترنا، رقم اثنين ترانسفير فيزيكال، رقم ثلاثه سيكيوتري فيزيكال. نبدا بالسيسترنا، كم واحده فوق بعض؟ قال لك سيفرال، كان بيساوي 10، سيفرال يعني من 3 ل 10 يبقى سيفرال. وديسكي شيب يعني كل واحده في الحقيقه عامله زي الطبق، بس طبق المسطح، عارفين الطبق الصيني؟ تحط بقى الرز كده واللحمه كانت، ايوه تلاقي طبق مسطح، هو ده بقى. اسمها تاني ساكيول، تصوير كلمه ساك، ساكيول. يبقى تعالى تاني سيفرال ديسكي شيب ساكيول، كان ده هو مكانه ايه؟ سيستم. البريفري بتاعها اهو، شايفين البريفري؟ البريفري بتاع الطبق بيبص بره كده بنسميه دايليتد، دايليتد يعني واسع. يبقى الطبق المسطح مسطح ويجي في البريفري بتاعه يبقى دايليتد، يبقى واسع. عاملين مجموعه ستيك، عارفين يعني ستيك؟ مجموعه رصه فوق بعضها. هذه المجموعه لها كم سطح؟ لها كم اتجاه؟ اثنين. واحد بنسميه ايه؟ انتري او سيس او الماتيور، بيكون شكله كونفكس. يعني كونفكس؟ محدب، محدب. واللي فوق ده ايه؟ كونكيف، يعني مجوف، مقعر زي القعر. ما ده القعر بتاع الطبق. اسمه ايه بقى؟ اسمه اكزيت او ترانس، او فين الكلمه دي؟ ماتيورنج. يعني عندنا جهاز اسمه جولجي كومبلكس، ادخل من ناحيه البروتين اي كلام لسه نيولي فورمز، يطلع من ناحيه ايه؟ موديفاي. يبقى ده المدخل اسمه انتري او سيس او اماتيور، وده المخرج اسمه اكزيت، تمام؟ او اسمه ترانس او اسمه ماتيورنج. كده انت خلصت السيستم. هو الرسمه كده مش عارفه صح؟ الرسمه دي انا بصراحه مش عارفها جايه ازاي. طب دكتور مش هنكتب اي حاجه في الاتحاد؟ هات على اطلس، اطلس الكليه. انا ما اعرفش يا جماعه السبتين دول تبع حتى معايا بصراحه، انا ما اعرفش اتعاملوا ازاي. حد يسالني يعني يا جماعه اللي عليك في الامتحان، انا هسيبك الامتحان اهو اهو، بص اهو هو ده اللي علينا، هي دي اللي علينا اهو. ومعلش رسم الار يار الناحيات، انا رسمتها الناحيات هتفرق اهو. دي كده الار يار، وادي السيستم اهو بعضها، تحتها دوائر صغيره اسمها ترانسفير فيزيكال، فوق دوائر كبيره اسمها سيكريتوري فيزيكس، والبريفري حصل له دايلاتيشن اهو. هي دي اللي علينا. الصوره اللي عندك ما اعرفش جابها ازاي ولا بتاخدها ازاي. دكتور لترانسفيرس فيزيكال ديتا لسه هقول، لسه هشرحها، لسه هشرحها. دي الرسمه اللي علينا، دي رسمه الجولج، دي رسمه كتاب العمل اهي، دي رسمه على السبوره. ما تبصش في رسومات العمل دي خالص. يلا اطبع على ترانسفير فيزيكال، حد رد عليا جايه منين؟ يبقى ارايز فروم الار اي ار. شايل ايه جواها؟ نيولي فورمد بولج تايب، نيولي فورمد بروتين. رايحه فين؟ نسميها فيوز ويز او جو تو، اي كلمه تبقى صح. لمين؟ للسيس. اسمه كده سيس، واحد يقول اي حاجه ثانيه. لا سيس. يلا اسمها ايه؟ سكريتوري فيزيكال او سكريتوري جرانيول، الاثنين صح. اكتبها كده مره، اكتبها كده مره براحتك. يلا طالعه منين؟ من الترانس، وشايله جواها ايه؟ موديفايد بروتين. يبقى احنا دخلنا هنا اليونيفورم، دخلنا هنا موديفايد. كده الايه من خلص. وعايز ترسمه اهو الرسمه دي في الاطلس. يعني الار يو ار والجولج ابريتر بيعملوا موديفيكيشن؟ اه دي بتبدا عمليه الموديفيكيشن، ودي بتجنن. ده حط سكر، تحط سكر تاني المشكله كده يعني. اه اللي بيعمل موديفيكيشن لبروتين الار اي ار، بس بيسموه يا جماعه انيشال موديفيكيشن. مبدئي، مبدئي. لكن مين اللي كومبليت موديفيكيشن؟ الجولجي، بيطلع منه جاهز على التصدير. هو الاساس، هو الاساس طبعا. انا بقول لك مين اللي بيعمل موديفيكيشن للبروتين؟ هو الجولجي. ده اول واحد بيعمل موديفيكيشن بكميه واضحه. ده الار ار بعض الموديفيكيشن، مش كل مره. ايه؟ انا بص خزن قلت سجلجيت. قلت سجلجيت. بتعزله عشان السجلجيت ما يستخدموش.
لكن ممكن يقعد جواها شوية يقعد جواها شوية افضل ان هو مش مطلوب منها تبعت ورسوم خاصة الله عشان تبعتها شوية خلاص اللي قدامها ده مش لكن محمل مقصص جديدة وتبعت وهكذا لو كنت اقولكم حد يقول لي سيكوت الكادوس بيحصلها ايه بنفس القصة ممكن تطلع بلحظتها هفاكر زي مين زي البلازما سيل عملية اسمها ايه هفاكر يكون السيكيوت ممكن تحصله ايه ستور لحد يجي سيجنال او اوردر زي العمليه الريجوليتنج ما احنا في الاخر الشابتر هجمعت الكلام ده كله مع بعضه لان كلهم في الاخر بيشتغلوا مع بعض يعني يا جماعه اللي بيستخدم تصنيع البروتين الميتوكوندري هتديني ايه انرجي والار ار والجولجي والريبوسوم والنيوكليوس الناس كلها بتشتغل في تصنيع ايه البروتين بس كل واحد ليه دور محدد انها تطلع وظيفه الجولجي اول وظيفه مسؤول عن السيل ميمبرين مسؤول عن السيل ميمبرين حاجه اسمها ريسايكلينج اند ري ديستريبيوشن اوف السيل ميمبرين يعني ايه يا جماعه خليه زي النيرو ونبدا شويه حضرتك عمرها قد ايه 20 قد عمرك النيرو في سيل لا يتجدد خلايا المخ دي لما بتموت ما ترجعش تاني فتفضل عايشه معاك ايه رايك في السيل ميمبرين هيبقى طول العمر جسم صاله ايه تجديد مين هيجدده الجولجي بس اوعى تفكر ان ده بيحصل مره واحده الجولجي كده يمسك الخليه ويعبيها ويلبسها تاني نعم ده حاجات مايكروسكوبيك حاجات صغيره جدا ازاي دخل من هنا اندوسايتوزس فلاقي في حته اتقطعت تصنع الاندوسايتوزس ما عادش ينفع زعق لها يروح الجولجي ويعمل ايه يرقعها يروح يظبطها زي جلدك جلدك بتجدد انت تاخد بالك انت جلده لا طب مين بياخد باله التعبان التعبان مغير ايه؟ جلده ليه موسم كده مهم يقوم قالع الجلد بتاع مره واحده طب يحصلش البني ادم فجلدك بتجدد كلها حاجات مايكروسكوبيك كذلك السيل ميمبرين لازم يتجدد كلمه الجلد اسمها ريسايكلينج او اسمها الثاني ريديستريبيوشن اوف السيل ميمبرين رقم اثنين بيصنع الكربوهيدرات زي ما انا قلت وياخد الليبت من الاس اي ار وحطه على البروتين من الار اي ار ويعمل حاجه اسمها لايبوبروتين كان الجولجي هو اللي بيظبط كل حاجه في الاخر ويبعته للسيل ميمبرين فهمنا ولا ايه واحد وثاني هي نفس الوظيفه مش هو مصنع تصنيع سيل ميمبرين والسيل ميمبرين عباره عن ايه مش ليبت وبروتين وكربوهيدرات هي نفس رقم اثنين طب رقم ثلاثه بيكون اللايسوسوم هتبقى ده بعد شويه ما هي الار اي ار هي اللي بتصنع اللايسوسوم لازم تبعتها مين للجولجي يحط عليها الكيت لازم اي حاجه الار اي ار بتعملها تبعتها للجولجي عشان ياكد ان هي اتكونت صح وايه وطلع مظبوط اربعه موديفيكيشن اهو موديفيكيشن اوف نيولي فورم بروتين موديفيكيشن اوف سيل برودكت اي برودكت الخليه بتطلعه بيروح الجولجي عشان يحصل له موديفيكيشن موديفيكيشن معناها انه يوصل للصوره النهائيه المطلوبه منه زي اللايبو بروتين يعني هو مطلوب من الخليه تصنع لايبو بروتين مش بروتين بس من هيحط الليبيد كربوهيدرات يجيبه منين يجيبه من الاس اي ار اهو لايبو بروتين لايبوبروتين لما نضيف افاتي اسيد ممكن اضيف كبريت عارفين كبريت اسمه انجلش صلصه اضيفه على البروتين احطه في البايو ده بيسموه صف بروتين اضيف كربوهيدرات زي ار اي ار اسمها جليكوزيليشن طب خلاص وصلنا للشكل النهائي اعمل كونسنتريشن عارفين يعني ايه؟ يعني تركيز احطهم جوه بعض اكومهم عشان ياخدوا سبيس قليل كونسنتريشن وبعد كده اغلفهم باكجنج اللي طلع شكل ايه؟ سكرتوا الفيزيكس. عشان لما تيجي تصدرهم يعني مثلا اقول حاجه تعالى يا فلان فلان ايه اللي كاس نقطه ثانيه ينفع نقول لهم الفرادين لازم احطهم ايه؟ كونسنتريشن واحطهم في كرتونه اسمها ايه؟ باكجنج باكج اعبيها اغلفها وابعتها بقى على شكل سكرتوا الجرنولز. جولج كومبلكس خلص من الاسئله المشهوره جدا جدا عندنا في الاستوري هو صفحه فيديو كامله ايش راح اقول لكم بالاكس ال ام حد يقول لي كده ما اتسبغتش بالاس كان دي سبغتها بالسيلفر في سايز وفي تايب نيجي للاي ام كام حاجه ثلاثة رقم واحد السيلفر رقم اثنين ترانسفير بيزنس رقم ثلاثة وقول على كل واحد 200 سطرين يعني سيستم عددهم قد ايه؟ صفر ثلاثة العشرة وديسك شيب شبه الباقي الصين ومتجمعين مع بعض عاملين ستيت او جروب البريف يحصل له ايه؟ دايليتد ليها كام فيس؟ واحد ايه؟ سيس واحد
ترانس. الترانسفير فيزيكال شايله ايه وجايه منين ورايحه فين؟ سيتوز جرانيولز جايه منين وشايله ايه؟ لو عايز تقول رايحه فين هتكلم عن الاكسيتوز، اقول اما تطلع مباشره في الكوليستيوت اما تتخزن في الريتوليتور. انت ممكن تزرع كلاب مهارات تحت براك لان راك كتابه كام وظايف الجولج. حد يقول رقم واحد ايه؟ سيلم برين. قول قبلها اي كلمه يعني ممكن تبقى فورميشن ارت فورميشن اوف سيلم برين هو اللي بيكون سيلم برين. هو عارف كلمه سايكل يعني ايه؟ رقم اثنين بيصنع الكربوهيدرات واللايبروتين يعني بيصنع سيلم برين. رقم ثلاثه اللايسوسوم. يبقى اذا هو بيصنع السيلم برين واللايسوسوم. رقم ثلاثه موديفيكيشن. اربعه بيكون ايه؟ بس هو بيديك مترادفات بدل ما يقول فورميشن اوف سيتوزال جرانيولز قال لك كونسنتريشن اند باكجينج اوف سيل برودكت تو فورم سيتوزال جرانيولز. نقرا الصفحه نقرا حاجه اسمها لايسوسوم. مطلب الصفحه كلمة لايسو يعني هاضم يكسر وصوم يعني مرض. اسمها كده لايسو صوم. نعملها ديفينيشن. قول يا دكتور ايه تعني لايسو صوم؟ من جنينة صوم جنينة. سلام. تعريف اللايسو صوم من جنينة صوم جنينة. بأول نقطة ديفينيشن. النقطة الثانية نكتب عليها الفانكشن. هي وظيفة واحدة. Digestion. هضم. كيف نقولها بكده المخلية بتاكل؟ هتقولي المخلية بتاكل اسمها ايه؟ فاكوزايتوز. ولا تشرب؟ فاكوزايتوز. هضم. وفي تكلم وشرب لازم اهضم. فدي وظيفتها. انترا سيلولار دايجيشن. معناها المسؤولة عن الهضم داخل الخلايا. زائد طب انا هتبع الهضم برضه مش هتحط نقطة واحدة. تيرن اوفر اوف كومبوننت. يعني ايه؟ انا عندك جولجي كومبلكس 20 دول كان مطلوب مني اصنع بروتينات صنعها خلاص هعمل من كل كفايه عليا دول ثلاثه بتيجي اللايسوزوم تاكل 18 دول مطلوب منك انتاج طاقه تراكم كونتراكشن وعمل خلاص وعندك ميتوكوندريا كتيره ومعدش محتاجها بيسموها تيرم اوفر او اسمها تيرم اوفر يعني تيرم اوفر مش خلصت اللعبه انت بتيرم اوفر خلص دورك ابن يا جماعه تيرم 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 يعني يور تيرن. يور تيرن يعني ايه؟ دورك في اللعب. لا تيرن اوفر بقى خلص الدور. مش عاجبك كيف مكانها كلمه ريموفال. ريموفال. ديستراكشر. ايه جماعه اسمها صح؟ بتكسر السيلولار كومبوننت بس تركز احنا ما كناش محتاجينها. مش فاكر حاجه ما ينفعش حاجه كنت محتاجها وتروح تكسرها. انت بتروح تكسر حاجه ما كناش محتاجينها خلاص. دي وظيفه اللايسوسوم المسؤوله عن الهضم داخل الخليه والتخلص من الحاجات اللي احنا مش عايزينها. تيرن اوفر. السايت موجودة فين بكمية كبيرة تبقى برومينانت فين اباندنت فين اكيد في الخلايا اللي بتاكل كتير الخلايا المفجوعة اسمها الخلايا المفجوعة فاجوسيتك سيلز واحنا خدناها قبل كده على فكرة الفاجوسيتوزس حتى فاكر زي ايه ماكروفاج ونيوتروفيلز اكتبهم واللي مش فاكرهم يكتب مكانهم وايت بي سيز خلايا الدم البيضاء في اشهر خلايا في جسمك مفجوعه مليانه لايسوسوم متغرقه لايسوسوم وخلايا البيضاء دي في منها ثلاث انواع نوع بيحب الحمض اسمه ايزينوفيل ونوع بيحب القاعده اسمه بيزوفيل وده نوع ثالث بيحب ايه؟ تخيل اسمه نيوتروفيل اسمها كده انا بحب التعادل انا خدها بالتفصيل شكل البيضاء لسه هتاخد بلد وهتعرفوا يعني ايه سلايدر بيضه وارتيزيتو.
قلنا عين سكتة العربي المقادير فيها ايه من جوه؟ تركيبها الكيميائي ايه؟ قال لك عبارة عن انزيمات انزيمز. وكان بقى يسقط تقول التركيب عبارة عن انزيمز وخلاص، بس عايز يريح معاك. قال لك انزيم اسمه اسيد فوسفاتيز. عارفين ايه يعني ايه؟ انزيم صح، اميليز مالتيز مش عارف ايه يعني انزيم. واسيد اللي في الاول يعني عايز بي اتش اسيدك. انزيم اسمه اسيد فوسفاتيز، انزيم بيكسر روابط الفوسفات بس عايز واسطه ايه؟ اسيد حمض. هذه الانزيمات قادره على تكسير الماكرومولكيولز. يعني ايه الماكرومولكيولز؟ الجزيئات الكبيره تكسرها شويه. الجزيئات ايه؟ هو ده معنى كلمه هو ايه تحت كلمه دايجيشن؟ بريك داون اوف لارج مولكيول انتو سمول مولكيول. طب ليه صغرتها لسمول عشان يحصل لها ايه؟ ابزورب الشكل. هو ده معناها برضه. يعني دخل بروتين انا كسره من امينو اسيد، دخل دهون كسره من ايه؟ فاتي اسيد. فاتي اسيد انتوا فاهمين هو ده معناه؟ هي قادره على الهضم بس داخل الخليه. يبقى اللايسوسوم نقول تاني برضه في الدواء ده نقول بمرات كتير البيش بتاعتها ايه؟ اسيدك عشان تشتغل كويس عايزه بي اتش اسيدك. تشتغل كويس اسمها اوبتيمال اكتيفيتي. اوبتيمال اكتيفيتي يعني تشتغل كويس. النشاط المثالي اوبتيمال يعني مثالي. دول تاني عندنا برامبرات بايخ كده ملوش عنوان، ما جيش الامتحان. طب مقدمه الام سي كيو، ولو انت استحقت الامتحان ممكن تكتبها كده. حد يقول لي ايه تعريف الايسوسوم؟ انتريناس اورجانيل. ايه وظيفتها؟ دايجيشن بس جوه الخليه. انترا سيلولار دايجيشن. ولو حاجه انت مش عايزها تعمل لها تيرن اوفر، تخلصها منها، تعمل لها ريموفال، تعمل لها ديستراكشن. السايت Abundantly in. هنا سكتة prominently in. هنا سكتة numerous in. كثيرة بين الخلايا اللي تبقى فيك. يعني ايه يا دكتور؟ اي خلية في جسمك لازم يكون فيها لايسوسوم. بس امتى الاقي لايسوسوم كتير؟ امتى الاقي الخلية متغرقة لايسوسوم؟ لو كانت خلية دم بيضة. لكن النيرف والمصر اي خلية تكون فيها لايسوسوم. هذه الاورجانيزم اسينشال تو لايف. يعني اي خليه فيها ميتوكوندريا، اي خليه فيها سيل ميمبرين، اي خليه فيها ار اي ار، اي خليه فيها اس اي ار. لكن مين بيكتر؟ على حسب وظيفه الخليه. لو خليه هتصنع بروتين هلاقي مين كتير؟ الار اي ار والجولجي والميتوكوندريا. طب خليه بتصنع دهون هتلاقي مين؟ الاس اي ار والجولجي. فهمنا؟ لكن محدش يقول لي الابسيس. فاكر يا جماعه الابسيس مش خليه. على فكره اسمها بالعربي كرات. كرات الدم الحمراء، كور في الدم، لكن هي ليست خلايا، ما فيهاش نيوكليوس، هو راح يدور على السوم. هي عباره عن ايه؟ سيل ممبرين ضعيف جدا ومليان من جوه ايه؟ هيموجلوبين. فقط هي تقدر تشوف. لكن اصلا سيتوبلازم هو هيموجلوبين فقط، مش بيدوروها خليه. فلاقي واحده تقول لي دكتور في خلايا ما فيهاش لايسوسوم، هي ما فيهاش ميتوكوندريا، هي ما فيهاش نيوكليوس. هي الار بي سي بس، مش حاجه خالص. فالسايت اباندنت ام، انت هتيجي لك الكومبليت. لايسوسوم اباندنت ام فاجوسيتك سيلز، الخلايا المفجوعه اللي بتاكل كتير زي الماكرو والفيج واليوتروفيلز اللي هي احد انواع الوايت بلاد سيلز. النقطه بعد كده التركيب عباره عن انزيمات غير القصر. وانت جسمك بيهضم الاكل ازاي؟ طب ليه انزيمات زي ايه كده؟ بتاع السكر اسمه ايه؟ اميليز. بتاع البروتين بروتين. بتاع الدهون طيبين. انزيمات الجهاز الهضمي، الجهاز الهضمي. يبقى انزيمات زي الاسيد فوسفاتيز، بين كم جسم بيقولوا؟ هو بيعملوا هضم، يعني كلمة هضم؟ بريك داون اوف بيولوجيك مايكرومولكيولز، يعني بيولوجيك؟ هو كيمستري يعني الليبيد والبروتين والكربوهيدرات، واحنا هنكسر ايه يعني؟ هنكسر حاجة بيولوجي، حاجة بايو كيمستري. البي اتش هتبقى ايه؟ اسيدك. اوبتيمال بي اتش او اوبتيمال اكتيفيتي بي اتش اسيدك. فورميشن انتوا لك بقى والله مين اللي هيصنعها؟ من الار اي ار وهتبعتها لمين؟ للجولجي. بس خلاص كده. يبقى الفورميشن اللايسوسوم الانزيمز الانزيمات بتاعت اللايسوسوم هتتصنع في الار اي ار زين فين؟ في الجولجي. بس هو عايز يرغي. يعني عايز اقول لك الار يار بتعمل ايه بالظبط؟ حتى كده. سنسيفايز انت سيجريجيت. والجولج هيعمل ايه؟ كتب موديفاي اند ايه؟ باكج.
لانه بحاول يعيد لك تاني وظايفه، عشان يقول لك لو انت نسيت الار ار لا خلي بالك الار ار هي اللي هتصنع وهي اللي هتعزل هي اللي هتخسر وتبعتها البولج. ممكن تكون احسن من كده على فكره. هتقول لك لايسوسوم انزيمز ار سينثسايز وبنت سمعت ايه؟ باي اتاش لايسوسوم اند سيجريجيتد انسايد ليه؟ الار ار. الار ار هتبعتها في ترانسفير فيزيكال تروح تتحد مع السيس فيس اوف بولج. تدخل بولج يحصل لها ايه؟ موديفاي انتي باكج وتطلع من ايه؟ من الترانس فيس باسم لايسوسوم. فهمت؟ هي حدوته كل شويه بعيدها لك تاني عشان تفتكر، وهناخدها في الشابتر التاني. حاجه اسمها بروتين سينثيسيس، ازاي بنصنع بروتين. كان بدايتنا ترانسكريبشن، خليك فاكر اوعى تنسى، ثم ترانسليشن. دخلنا دلوقتي جوه الار اي ار، بعدنا البولجي، البولجي هو اللي بينهي كل حاجه، هو اللي بيعمل حاجه اسمها موديفايد اند ايه؟ باكج. وكده يبقى المنتج وصل الصوره النهائيه اللي اسمها لايسوسوم. انا بقول الكلام ده ليه؟ مش احد وظائف البولجي ايه؟ فورميشن اوف لايسوسوم، صح ولا غلط؟ وانا باخد الار اي ار قلت لك بنصنع بروتين ستورد جوه الخليه باسم ايه؟ لايسوسوم. يبقى مين مسؤول عن الفورميشن اوف لايسوسوم؟ الار اي ار ثم البولجي. صح ولا غلط؟ كمل يا بندق. تمام؟ ايه اللي بعديها؟ ال ام اي ام تايبس. ايه علوم مهمين جدا. جبت ال ام ما اتسببتش في ليش انتي. حاولنا نسبوها في اي سبب ما عرفناش. فاضطرينا نرجع لبتوع الطيب. بتوع بقى انهم يتبين جوه قلنا لهم والله فيها انزيمات. بتوع بقى قلنا حتى الانزيمات دي اسمها هايدروليتيك. يعني ايه هايدروليتيك؟ يعني انزيم زي ما بتشتغلش الا في وسط ايه؟ مائي. ما كانت هايدروليتيك زي مسحيق الغسيل على فكره. لا لازم وسط مائي. هو الكاريا والبرسيليا بتاع الانزيم في الميه نفس القصه بالظبط. هذا الانزيم ما يشتغلش الا في وسط ميه فاسمه هايدروليتيك انزيمز. طب يا بتوع الميه لكن شوفنا في الميكروب قال لك اه انا هعمل لك ماده تتحط على اللايسوسوم تتحد مع اللايسوسوم وتتفاعل معاها فساعتها اللايسوسوم تكسبك. التكنيك ده اسمه هيستو كيميكال. هيستو كيميكال رياكشن. تاني ودي على فكره بنستخدمها في الليبيد والبروتين والانزايم الكربوهيدرات والانزايم اللي هو ايه فكرتها تاني؟ بتوع الضيع عملوا لي ماده غير ملونه هتتحط على الخليه هتلونها؟ لا. لكن لو الخليه فيها لايسوسوم كتير وفيها انزيمات هذه اللايسوسومات او الانزيمات تتفاعل مع هذه الماده فتديني راسب ملون. مش عين اسم الصبغه، عين اسم التكنيك. اسم التكنيك تاني اسمه كيميكال رياكشن. ليه رياكشن؟ لازم يحصل تفاعل. انت حطيت ماده مش ملونه فلازم يحصل تفاعل ما بين حاجتين، ما بين الماده الكبيره اللي هم ادوها لنا وما بين الهيست اللي احنا عايزين نشوفه اللي هو لايسوسوم. خلي بالك هديك الامتحان سايتوكيميكال صح ولا غلط؟ صح؟ مفيش فرق بين هيستو كيميكال وسايتو كيميكال. اكتب فوق هيستو كيميكال وسايتو كيميكال عشان صح. هي هيستو كيميكال وهي سايتو كيميكال. نقول تاني. نقول تشتت صعبه. كان دي كان دي ستاند باي اكشن دي؟ لا من غير ما يكتبها. هي فهم الضمن. ما لو سبق باي اكشن دي كان قال لك. لكن هو ايه؟ ما سبقتش فما جابش سيرتها. دخل على طول على التكنيك الاصلي. حاجه اسمها هيستو كيميكال رياكشن. وبنقول عشان تقدر تحفظها بنسميها اتش اتش. لحد ما طلبت تحفظ يعني اتش اتش يعني اتش 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 الاولى هيستو كيميكال رياكشن واتش الثانيه حاجه كنت مسانس بقول لك من اول تاهو اللايسوسوم اللي فيها انزيمات اسمها ايه؟ هايدروليتيك انزيمات يعني انزيمات هاضمه في وسط مائي كده كده الخليه وسط مائي. بتوع الكيمياء عملوا لنا ايه؟ ماده غير ملونه احطها على الخليه هتصبغ الحاجه اللي هتتفاعل معاها بس. فاحنا عاملين ماده كيميائيه تتفاعل مع ايه؟ مع اللايسوسوم الانزيمز فقط. ساعتها الخليه مش هتصبغ اللايسوسوم. التكنيك اسمه هيستو كيميكال او سايتو كيميكال رياكشن. كده خلصنا الايه؟ ندخل على الايه؟ لقيناها نوعين. في نوع كده مدور كده وممبرينس ولونه ساده سواء ابيض او اسود وحبيبات ثانيه فيها ابيض واسود في نفس الوقت. بنسميها كاروبات. اي حاجه عامه تحفظها. في عندي نوعين من اللايسوسوم، نوع برايمري، يعني ايه برايمري؟ راوند وممبرينس بس اللون بتاعه ايه؟ هوموجينس. يعني ايه بالعربي هوموجينس؟ متجانس. كلمة متجانس ده لون معناها ايه؟
ساده دي معناها كبسه ساده. الناس ما كلمه ساده يعني ايه؟ ساده هنا معناها غير سلطه. لا كلمه ساده يعني لون متجانس لون واحد. لا الكترون دنس لا الكترون ايه؟ لوسنت على حسب هي فين. لكن ليها تطبيقها فيها الكترون دنس والكترون لوسنت في نفس الوقت تسميها سكندري هيتروجينوس. هيتروجينوس يعني ابيض واسود في نفس الوقت. هيتروجينوس في الابيرنس اند الكترون دنس. الكترون دنس يعني الالوان كثافه اللون غامق ولا فاتح في موجودين في نفس الوقت. نقول تاني ايه انواع الايسوسوم؟ برايمري وسكندري. برايمري هوموجينوس معناها لون واحد سواء دنس او لوسنت بس عاده بتكون دنس على فكره يعني. سكندري في نفس الوقت عشان كده سموها هيتروجينوس معناها غير متجانس. اما زي الكرافات كده حتى بلون في نفس الوقت. نيجي بقى للفايروس. بص معايا على السبوره زي بتوع الصبح تضغط على السبوره وتخلصها في السبوره. هي خمس دقايق بالظبط وخايفه من الفايروس. انسى الكتاب خالص بس رد معايا. فاكر سيل ايتنج عمليه اسمها ايه؟ فاجوسايتوزيس. والماده السوليد اللي بره الخليه لما دخل جوه الخليه اصبح اسمها ايه؟ ايوه علي صوتك بس. فاجوسوم. لازم نتكلم مع بعض. سيل ايتنج اسمها فاجوسايتوزيس. الحاجه اللي كلتها لما دخل جوه بطنك اصبح اسمها ايه؟ فاجوسوم. طب السيل درينكينج اسمها ايه؟ فينوسايتوزيس. ونفس الجملة المية انت شربتها بس عالي صوت بينو سايتوتيك فيزيكي صح. في حاجة ثالثة بقى لو عندك حتة ميتوكوندريا حتة سيتوبلازم حتة كولج معدش عايزها اعمل ايه؟ اجي الفها في ممبرين الفها في ملاية. العملية اسمها اوتوفاجي. يعني فاجي بلع وقوته حته من جسمي بلعت دراعي كده اسمها اوتوفاجي. وساعتها الدراع لما اتبلع جوه واصبح متحوط في ممبرين اسمه اوتوفاجوسوم. ما هو سوم يعني جسم وفاجو مبتلع. اوتوفاجوسوم يعني بلعت حته من جسمك. فهمنا؟ الحاجات دي كلها اخليها تتحد مع برايمري لايسوسوم. يعني ايه برايمري لايسوسوم؟ اللي هي الرسوم السادة اللي لسه خارجة دلوقتي من الفرن. لسه خارجة من الفرن مرة من؟ خارجة من ايه؟ الجولج كومبليكس. خارجة من الجولج كومبليكس وساعتها تتحول يبقى اسمها السكند ريليسوم. ليه دي السكند ريليسوم تلات انواع؟ في الحالة دي اسمها هيتيروفاجي عشان فيها ابيض واسود فعلا يديروا فاجي فاكيول. في الحاله دي لقيت فيها اكتر من فيزيكال اكتر من بؤر ميه فسميتها مالتي فيزيكولار بادي. هنا كده زي نفس الاسم ده سميتها اوتو فاجي. بص معايا على السبوره تاني. انا عندي ثلاث عمليات تحصل في الخليه. عمليه اسمها فاجوسايتوز اللي هي البلع وعمليه اسمها فينوسايتوزيس اللي هي الشرب وعمليه معناها التخلص من حاجه جوه الخليه ما عندناش محتاجينها اسمها اوتوفاجي. اوتوفاجي يعني تاني هجيب شويه ميتوكوندريا شويه سيتوبلازم شويه ار ار شويه بوت عايزهم والفهم بالمبرين. حاجات مش في المبرين عشان دي برضه مرفوعه في المبرين ودي برضه مرفوعه في المبرين. دي مرفوعه في المبرين عشان البرايمري دي برضه ممبرينس فتيجي دي تحت مع دي يعملوا كده. دي جواها انزيمات ايه؟ هاضمه تتفضى على كده تتفضى على كده تتفضى على كده. انا يا جماعه لو مفيش ممبرين الانزيمات هتعمل ايه؟ هتهضم الخليه. حلو الكلام؟ طب لو هي في ممبرين وكده فضيها على ميتوكوندريا مش عارف ممبرين الانزيمات ايه؟ هتسيح بالسيتوبلازم هتهضم الخليه؟ لا. طب انا عايز اتخلص من الكراسي دول لازم الفهم في ممبرين عشان يكون ممبرينس واجيب لهم البرايمري الاسيتوم ايه؟ ممبرينس والجيني تحته مع بعض. والايسوم هنا تفضي محتوياتها هنا انزيمات هاضمه تبدا تهضم دول. يبقى تاني يعني ايه برايمري لايسوسوم؟ لايسوسوم نيولي فورمد لسه خارجه من جولجي دلوقتي راحت تتحد. في
في ثلاث احتمالات، اما تتاخد مع مين؟ مع فاجوسوم، دي عمليه اسمها ايه؟ فاجوسايتوز، وساعتها يبقى اسمها سكندري. بس نوعها ايه؟ هيتيروفاجيك فاكيوز. ايه سميتها كده؟ عشان تبقى هيتروجينوس، يعني ابيض في اسود. طب يلا كده اهو، البرايمال لايسوسوم لما تتحد مع البينوسايتوتيك فيزيكال، هنا تتحد مع اكتر من فيزيكال، ويبقى جواها اكتر من فيزيكال، فسميناها ايه؟ مالتي سيكولار بادي. طب يلا، البرايمال لايسوسوم لو اتحدت مع الاوتوفاجوسوم، يعني اوتوفاجوسوم يعني اولد اورجانيل بس انكلوزد بمبرين، محوطه بمبرين، اتحاد البرايمال مع الاوتوفاجوسوم اداني سكند، بس اسمها ايه؟ اوتو فتعرضت هيتيرو، دي هيتيرو عشان من بره او مختلف في اللون، دي اسمها ايه؟ اوتو عشان من الجسم الخارجي، اوتو فتعرضت كده. خلصت الحصه بس انا مكتوب في الكتاب انا باقي لي النوع الرابع اللي بصراحه الحصه الجايه، حاجه اسمها الزيت والبطن من خلال عرض الرواسب او البيت. ايه رايك في الكتاب اهو تاني؟ تايب اوف لايسوسوم مكتوب رقم واحد ايه؟ برايمالي. يعني ايه برايمالي؟ اكتب عليها نيولي فورمد. برايمال لايسوم يعني نيولي فورمد. ايه تعريف ثاني صعب؟ نوت بارتيسيبيت ان دايجستيف ايفنت. يعني ما اشتغلتش لسه كرتونتها. معناها كده البرايمال لايسوم لسه ما اشتغلتش. نوت بارتيسيبيت ان دايجستيف ايفنت يعني نيولي فورمد لسه زيرو. طب ايه تعريف السكندري؟ برايمري افتر كومباينيشن ويست. يعني ايه كومباينيشن؟ اتحاد مع مين بقى؟ فاجوسوم اور بينو ساتوتيك فيزيكال اور اور فاجوسوم. اتفهمت؟ يرجع تاني يقول لك اول واحده اسمها ايه؟ اهي دي انواع السكند اهو، دي انواع السكند. اول واحده اسمها ايه؟ هيتيرو فاجيك فاكيول. كومباينيشن مين مع مين؟ برايمال ايسوم مع مين؟ مع الفاجوسوم. وليه سميتها هيتيرو فاجيك؟ لما تظهر هيتروجينوس ابيض واسود، ابيض واسود يعني غير متجانسه في اللون، غير متجانسه في الكثافه، يعني اكتر من كوتين في نفس الوقت. طب يلا، يعني ايه نط في سيكولار بادي؟ اتحاد ال البرايمري برايمري لايسوم مع ال يلا، يعني ايه اوتوفاجيك فاكيول؟ برايمري مع اتحاد البرايمري مع الاوتوفاجوسوم، بس كتب لك من قوسين ايه هو الاوتوفاجوسوم؟ اسمع لك ايه؟ اولد اورجانيل انكلوزد باي، يعني حواليها ممبرين بس كده. ودي اهميتها ايه؟ اللي هي الاخيره دي اللي مسؤول عن التيرن اوفر، احنا قلنا في الاول التيرن اوفر يعني ايه؟ التخلص من الاورجانيل اللي انا مش محتاجها. خلاص؟ انما عشان خاطر كده اريح ظهرك ورا كده وبص للسبوره تاني، دي حاجه مهمه في حصه النهارده. تفهم كده في الممبرين بس هنشرحها تاني وتالت ورابع. عملية اسمها ايه؟ فاجوسايتوز. يعني ايه فاجوسايتوز؟ اكل سيل ايتنج. سيل ايتنج الحاجة اللي انت اكلتها اسمها ايه؟ فاجوسوم. هتلاقي تتحد مع مين؟ مع البرايمري. الكونية ايه؟ سكند. بس اسمها ايه هنا سكندري؟ هيتيرو فاجيك فاكيول. فاجوسايتوز يعني الخلية شربت بق الماء اللي شربته اسمه ايه؟ بينو ساتوتيك فيزيك. يتحد مع مين؟ مع برايمال. فبيكون لي سكن بس اسمها ايه؟ مالتي سيكولار بادي. اوتوفاج يعني اوتوفاج عايزه تخلص من اورجانيل ما عادش محتاجها اسمها اوتوفاج. فساعتها هذه الاورجانيلز حوطتها بمبرين واصبح اسمها اوتوفاجوسوم. اتحد مع مين؟ مع البرايمال لايسوسوم فادتني ايه؟ سكن بس اسمها ايه؟ اوتوفاج. فاصبح عندي بينوفاج واوتوفاج. في النص مالتي اهو فيزيكس فيزيكس الوحيده اللي اسمها فيزيكس مالتي فيزيكولار بادي. سهل الكلام؟ وباذن الله يا جماعه يوم السبت او الحد هنفتح كومبير ما بين الار اي ار والاس اي ار. خلاص كده؟ ونوزع الفيزيكس.